ازيكم السنة الثالثة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم اسراء احمد. هنشرح النهارده سيكشن الانسبكشن والبالبيشن. هنعرف في الانسبكشن 4 حاجات. اول حاجه الشيب، الموفمنت، الليتنس ساين، والهوفرز ساين، والتريلز ساين. البالبيشن بنعرف الشيست اكسبانشن، التراكيال شيفت، والتي في اف اللي هي التقطيع الفوكال فريمتس. تمام، احنا عندنا اللوكال اكزامينيشن بنعمل 4 حاجات، الانسبكشن والبالبيشن، ودول هنشرحهم النهارده. البركشن والاسكالتيشن دول السكشن اللي جاي. اول حاجه الانسبكشن هنبدا بيها. قبل ما اقول اي حاجه، طالما انا هعمل انسبكشن يبقى اهم حاجه ان المكان اللي هعمل له انسبكشن يبقى بير سكان. فاول حاجه هفكر اعملها اللي هي انكفر البيشنت تشيست اريا. هنقول الشيب، هنقول النورمال علشان نعرف ايه الابنورمال. تمام، اول حاجه الكونيكال ان شيب، ان هو بيبقى شكل المخروط بيبقى ضيق، بيبقى ضيق من فوق وبيوسع من تحت، لان بيبقى فيه الهارت واللونج. فهي بتبقى نارور از ذا توب اند برودن تو فيت اند بروتكت سام كريتيكال اورجانس اوف ريسبيريشن اند سيركيليشن، اللي هي اللونج والهارت. من الاكزيال فيو بتبقى اليبتيكال شيب اللي هو شكل بيضاوي، وعندي الانتيرو بوستيرو دايمتر اند الترانسفيرس دايمتر، الريشيو بينهم بيبقى من 5 ل 7، والريبس بتبقى اوبليك، بتبقى نازله بزاويه ما بتبقاش مستقيمه. وعندي السب كوستال انجل او الانفرا سترنال انجل اللي هي الانجل اللي هو عند السهم دي. تمام، دي بتبقى انجل بتتكون بين الكارتلج بتاع الريب رقم 7 و8 و9 و10 والاكسفويد بروسيس. تمام، النورمال ديجري بتاعتها بتبقى من 70 ل 110. وان الشيست بقى بيتحرك فريلي وسيمتريكال مانر ديورينج ايه الريسبيريشن، يبقى بيتحرك فريلي وسيمتريكال. تمام، كده احنا قلنا النورمال، هنعيدهم بسرعه، ان هو كونيكال شيب، اليبتيكال شيب من الاكزيال فيو، عندي الانتيرو بوستيرو دايمتر وترانسفيرس دايمتر، الريشيو بينهم بيبقى من 5 ل 7، والريبس بتبقى اوبليك، وعندي سب كوستال انجل، دي بتبقى الانجل بتوين الكارتلج بتاعه الريب رقم 7 و8 و9 و10 والاكسفويد بروسس، بتبقى النورمال بتاعتها بتبقى من 70 ل 110، والشيست بيتحرك فريلي وسيمتريكال مانر. بعد كده هندخل بقى على الابنورمال. انا عندي الابنورمال بيبقى لوكالايزد وجنرالايزد. لوكالايزد ان عندي مشكله في مكان معين وباقي الشيست سليم، بتبقى بلج او ريتراكشن. تمام، بلج اللي هي حاجه حصلت فهتزود لي حجم اللنج، زي نيوموثوركس ان في هواء اتجمع في البلورا كافيتي، او البلورا الافيوجن ان في فلويد اتجمع في البلورا كافيتي، او ان في تيومر اللي هي ماس. ريتراكشن بقى ان حصل حاجه قللت لي حجم اللنج زي حالات الفايبروزيس والكولابس. جنرالايزد هنشرح 4 حاجات، يعني هنقول 4 حاجات اللي هي البارل شيست او الانفيزماتيك شيست، الار شيست او فلات شيست، بيجون شيست او البيكتاس كارينيتوم، والفانل شيست او البيكتاس اكسكافيتوم. تمام، اول حاجه اللي هي البارل شيست، احنا هنبص على الصوره ونحاول ان احنا نوصفها. تمام، اول حاجه البارل شيست، هنلاقي ان الشيست هنلاقيه اتنفخ، وهنلاقي الانتيريو بوستيرور دايمتر، هنلاقي ان اللي هو السهم البنك ده هنلاقي ان الطول زاد. تمام، يعني الدايمتر نفسه زاد. فهو بيبقى ان بيحصل اول حاجه ان حصل شيست، ان الشيست اتنفخ، ان حصل هايبر انفليشن لللنج، فهي اللي هو اللنج بقت شبه البالون كده، فان هي تشتغل هتشتغل بصعوبه، وده هيخلي ليه، لان الريب كيج هتفضل اوبن او اكسباندد لمده طويله، عندي الانتيرو بوستيرور دايمتر هتزيد، هتبقى اكبر من الترانسفيرس دايمتر، الريبس بتبقى ترانسفيرس، والانتركوستال سبيس هتوسع هتبقى وايد. تمام، عندي الشولدر هيبقى ريزد، لو بصينا هنلاقي ان هنا الشولدر عالي عن النورمال. تمام، وهيحصل السب كوستال انجل هتزيد، واصلا هو عنده هايبر انفليشن، فلما يجي يتنفس هيحس بريستريكشن، فيبقى عنده بايلاترال ريستريكشن اوف الريسبيريشن. يبقى انا عندي البارل شيست اول حاجه بيبقى عنده هايبر انفليشن، والريب كيج بتبقى اوبن لمده طويله، الانتيرو بوستيرور دايمتر بتبقى بتزيد وبتبقى اكبر من الترانسفيرس دايمتر، الريبس بيكام ترانسفيرس اند وايد انتركوستال سبيس، شولدرز بيكام ريزد، انكريز في السب كوستال انجل، وباي لاترال ريستريكشن اوف الريسبيريشن. تاني حاجه الالر شيست، هو عكس البارل شيست. تمام، هي دي بتبقى في حالات ديفورميتي، بتبقى موجوده في حالات البايلاترال لانج كولابس والفايبروزس،
هو السوركس بيبقى من اسمه فلات شيست، فبيبقى فلات ولونج، تمام. فطالما فلات ولونج فمعنى كده ان الانتيرو بوستيرو دايمتر هيقل، والريبس بتبقى اوبليك، بس مش بتبقى اوبليك يعني هو طبيعي ان هي اوبليك، لا بس بتبقى اوبليك بطريقه زياده عن الطبيعي، تمام. والسكابولا بتبقى بروميننت بتبقى بارزه، والكلافيكل عندنا فيه سبيس، بيبقى في سبيس بيبقى فوق وتحت الكلافيكل، السبيس ده بيبقى ديبريست، والساب كوستال انجل هتقل. يبقى هو بيبقى ديفورميتي في حالات الباي لاترال لانج كولابس والباي لاترال لانج فايبروزس، بيحصل ديكريز في الانتيرو بوستيرو دايمتر، الثوركس بيبقى لونج وفلات، الريبس بتبقى اوبليك بس زياده عن الطبيعي، والسكابولا بتبقى بروميننت، والسبيس اباف اند بلو الكلافيكل بيبقى ديبريست، والساب كوستال انجل بتبقى اكيوت. تالت حاجة اللي هي البيجون شيست، احنا بنسميه اللي هو شبه، بيبقى شبه صدر الحمامة كده، تمام. هي بتبقى كونجينيتال ديفورميتي، نتيجة ايه؟ ان حصل ان انا عندي الكارتليج اللي بين الريبس والاسترنم حصل له اوفر جروس، فهيعمل لي ان الميدل هيخلي الاسترنم تطلع لبره وتبقى بارزة، والميدل شيست اللي هو ايه ستيك اوت. بيبقى موست كومن في الميلز، 90% من الحالات بنقدر نشخصها بعد سن 11 سنة. في الأطفال اللي هم نيو بورن بتبقى واضحة عندهم كراوندد انتيريور شيست وول، وبعد ما يتم 2 أو 3 بيبدأ بقى ان الاسترنم يبقى طالع لبره ويبقى ايه مور برونونسد. بيبقى عند الاطفال برضو اللي عندهم فيتامين دي ديفيشنسي اللي هي الريكتس، بتبقى بسبب الديبوزيشن اوف الانمينراليزد اوستويد. انا عندي اللي هم اللي عندهم بيجون شيست، دول بيبقى الهارت واللنج بيبقوا نورمال مفهومش اي مشكله، المشكله بس ان هو دلوقتي البيجون شيست ده بيبقى فيه مالفورميشن في الشيست، فمش بيخلوه زي ما هو واضح في الصوره كده، تمام. ده مالفورميشن في الشيست، فبيخلي ان بيمنع ان الهارت واللونج يعملوا الفانكشنال بتاعتهم بطريقه اوبتيمال. فهي المشكله مش في اللونج والهارت نفسهم، هي المشكله في ان الشكل مش مخلي ان الهارت واللونج يعرفوا يعملوا الوظيفه بتاعتهم بطريقه ايه مثاليه، فبيخلي ففي الريسبيريشن بيخلوا ان هو اللونج بقى مش عارفه تعمل وظيفتها الفانكشن بتاعتها بطريقه مثاليه، فهتخلي ايه فان هو هيستخدم الاكسسوري ماسل بدل ما يستخدم اللي هي الماسلز بتاعه الشيست الطبيعيه اللي احنا بنستخدمها. يبقى احنا في البيجون شيست، هو احنا قلنا ان هو بيبقى كونجنتال شيست ديفورميتي بسبب ان عندي الكارتليج اللي بين الريبس والاسترنم حصل له اوفر جروث، فهيخلي ان الاسترنم تطلع، هيزوق الاسترنم لبره فهتبقى ظاهرة واضحة، والميدل شيست يبقى ستيك اوت، بتبقى موست كومن في الميل، وقلنا ان 90% من الحالات بنشخصها بعد سن 11 من الاطفال، يعني بعد سن 11، والنيو بورن بيبقى عندهم بتبقى ظاهرة كراوندد انتيريور شيست وول، وبعد ما يتم الطفل يتم سن 2 أو 3 سنين بتبدأ بقى الاسترنم ايه تبقى بارزة لبره وتبقى واضحة. وقلنا ان بيحصل بسبب فيتامين دي ديفيشنسي اللي هي الريكتس نتيجه الديبوزيشن اوف الانمينرالايزد اوستويد. وقلنا برضو ان الهارت واللنج بيبقوا نورمال مفهومش اي مشكله، هي بس بيبقى فيه مالفورمي، يعني في هو نفسه زي ما هو ظاهر في الصوره فيه مالفورميشن، فالمالفورميشن اللي حصل ده هو اللي مخلي ان الهارت واللنج مش عارفين يعملوا ايه الفانكشن بتاعتهم، فبيخلي بقى في الريسبيريشن بيخلي الشخص ده يعني يستخدم الاكسسوري ماسل بدل النورمال ماسل اللي احنا بنستخدمها، فالريسبيريشن بيبقى inefficient. رابع حاجه الفانل شيست، دي بتبقى ديفورميتي برضو ان الاسترنم حصل لها ريتراكشن فهنلاقيها داخله لجوه، ممكن الريتراكشن ده يحصل لي اللور اند اوف الاسترنم، ان الجزء الاخر جزء من الاسترنم ده هو اللي حصل له ريتراكشن ودخل لجوه، او نلاقي ان الاسترنم ككل هي ايه اللي دخلت لجوه، تمام. بتحصل نتيجه ان الكونكتيف تيشو حصل له اوفر جروث فهيسحب الاسترنم ويعمل لها ايه ريتراكشن. يبقى هو deformity بتحصل بتعمل cause ال child ribs and the breast bone to grow inward، ان هي بتدخل لجوه فبتبقى اللي هو ايه sunken appearance بسبب ال too much growth of the connective tissue، connective tissue اللي بتربط ال ribs بال sternum، فهتخلي فهتشد ال connective tissue دي تشد ال sternum لجوه وتعمل ال funnel chest.
برضو بتبقى بسبب ان الام وهي حامل بيبقى عندها فيتامين دي ديفيشنسي، فالبيبي بيتولد بالفانل شيست، وبتبقى بتحصل ممكن جيناتيك او اكوايرد. اكوايرد دي زي فين اللي هما الشو ميكرز بتوع الجذع. في حالات بتبقى كوزماتيك عادي، اللي هو مش عامله اي كومبليكيشن، هو ده شكلها الاسترنم داخله لجوه. وفي حالات بتعمل كومبليكيشن زي الهارت فيلير والريسبيراتوري فيلير، شيفتنج اوف الايبكس والميترال فالف كولابس، على عكس البيجون. البيجون احنا قلنا ان الهارت واللنج بيبقوا سلام ما فيهمش اي مشكله. كده البارل شيست والالر شيست. يبقى البارل شيست اللنج بتبقى هايبر بيحصل فيها هايبر انفليشن، بتبقى منفوخه، فالانتيرو بوستيرو دايمتر بيزيد، والريبس بتبقى ترانسفيرس، والانتركوستال سبيس بيوسع عن الطبيعي، والشولدر ريزد، والسب كوستال انجل بتزيد. الالر شيست بقى احنا قلنا ان الشيست بتبقى لونج وفلات، الانتيرو بوستيرو دايمتر في ال، الريبس بتبقى اوبليك. هو الطبيعي ان هي اوبليك، لا دي بتبقى اوبليك بقى زياده عن الطبيعي، تمام. والسبيس بيلو اند اباف الكلافيكال ديبريسد، والسكابولا بتبقى برومينانت، بتبقى بارزه، والسب كوستال انجل قلنا ان هي بتقل. قلنا ان البيجون شيست ده كونجنتال ديفورميتي، اما الفانل بتبقى جيناتيك او اكوايرد. البيجون بتبقى بسبب الاوفر جروث بتاعه الكارتليج بتوين الريبس والاسترنم، اما الفانل دي اوفر جروث للكونكتيف تيشو اللي رابطه الريبس بالاسترنم، ماشي. قلنا ان الشيست بيبقى بقى طالع لبره، اما الفانل بيبقى ان الريبس بتبقى داخله لجوه. والبيجون قلنا بسبب ان الطفل نفسه بيبقى عنده ريكتس اللي هي فيتامين دي ديفيشنسي. اما الفانل دي مام، يعني مامة البيبي مثلا كانت عندها فيتامين دي ديفيشنسي، فالبيبي اتولد بالفانل شيست. قلنا ان البيجون بيبقى الهارت واللنج بيبقوا نورمال، هو بس في مالفورميشن. المالفورميشن اللي موجود ده هو اللي مانع اللنج والهارت ان هما يعملوا الفانكشن بتاعتهم، وبيضطر ان هو يستخدم الاكسسوري ماسل، على عكس الفانل بيبقى يحصل كومبليكيشن زي الهارت فيلير والريسبيراتوري فيلير. احنا كده خلصنا الشيب. احنا قلنا في الشيب بقى اللي هو النورمال، وقلنا ان هما 6 حاجات اللي هي كونيكال و الليبتيكال، وقلنا الليبتيكال شيف ده اللي هو من الانتيرور من الاكزيال فيو، وقلنا اللي عندنا الانتيرو بوستيرو دايمتر والترانسفيرس دايمتر الريشيو بينهم بيبقى من 5 لـ 7، وقلنا ان الريبس بتبقى اوبليك، وعندنا سب كوستال انجل بتبقى النورمال بتاعها بيبقى من 70 لـ 110، واخر حاجه ان الشيست بيتحرك فريلي بسيمتريكال مانر. بعد كده دخلنا على الابنورمال، بيبقى لوكالايزد وجنرالايزد. اللوكالايزد قلنا ان هو بيبقى بلج او ريتراكشن، والجنرالايزد بقى احنا قلنا ان هو بقى بارل شيست والالر شيست والبيجون والفانل، تمام. دلوقتي هنتكلم على الموفمنت. الموفمنت اول حاجه هنشوفها اللي هي الاوبزرف ريسبيراتوري ريت، هنشوف الريسبيراتوري ريت بالاوبزرفيشن، هنشوف بياخد كام نفس في الدقيقه، يعني اللي هو هيعمل 1 انسبيريشن واكسبيريشن كده نفس واحد، بعد كده هيكمل وهعد لحد، يعني هشوف بقى عمل كام واحده في الدقيقه، تمام. تاني حاجه هنشوف الريزم والديبس والباترن. الباترن دي اللي هي بتنفس ازاي، اللي بتختلف من الميل عن الفيميل. الميل بيتنفسوا ابدومينال وثوراسيك، العضلات البطن هي اللي بتتحرك اكتر، اما الفيميل بيبقوا ثوراك وابدومينال. وطبعا الافضل اللي هي الابدومينو ثوراسيك، لان الابدومينو المصل بتبقى اقوى، يعني هي العضلات الاقوى من الثوراسيك من الثوراكس. اما الفيميل طبعا بتبقى افضل ليها الثوراك وابدومينال، لان لو الست جت تحمل هنلاقي عندها وهي مثلا واحنا مثلا بنتنفس ابدومينو ثوراسيك، هنلاقي ان جالها ديزنيا وهتدخل في ريسبيراتوري فيلير، فدي ايه من رحمة ربنا بينا. بعد كده هنتكلم عن الليتنس ساين والهوفرز ساين. قبل ما نتكلم عن الليتنس ساين لازم نكون عارفين الليتنس فينومينا. الليتنس فينومينا دي بتبقى موجودة عندنا كلنا بسبب الموفمنت اوف الدايفرام، هي دي بتبقى حاجة نورمال، يعني النورمال الليتنس فينومينا، اما الاب نورمال هي الليتنس ساين. وعلشان اعملها لازم يبقى متوفر عندي 3 حاجات، اللي هو يبقى فيه ان هو شخص يبقى سن، ويبقى يعمل ديب انسبيريشن، ويبقى معايا برايت لايت اللي هي كشاف. هو البيشنت او الشخص اللي هعمل له هيكون نايم سوباين، وهاجي اقف يا اما عند الفوت هيد الفوت سايد او الهيد سايد،
وهوجه الكشاف بشكل اوبليك عند الابر ليفل، الابر ابدومينال ليفل، الابر ابدومينال ليفل دي اللي هي عند الدايفرام، وهخليه يعمل ديب انسبيريشن. وهو بيعمل ديب انسبيريشن وانا واقفه موجهه النور على عند الدايفرام، هلاقي فيه شادو ظهر وبدا ينتشر مع حركه الدايفرام، وهو بيجي يعمل اكسبيريشن هلاقي ان الشادو ده يرجع لحد البوزيشن الطبيعي بتاع الدايفرام. يبقى ديورنج، يبقى انا هجيب واحد اللي هخليه نام سباين، وهجيب كشاف واوجهه عند الدايفرام بشكل اوبليك، وهخليه يعمل ديب انسبيريشن هلاقي ان فيه شادو اتكون وبيتحرك مع حركة الدايفرام، وهو بيعمل اكسبيريشن هلاقي ان الشادو ده بيرجع ويثبت عند الاوريجينال بوزيشن. تمام. يبقى ديورنج انسبيريشن نارو شادو بيجن from the anterior axillary line، من ال anterior axillary line. تمام. الشادو ده بيبقى اللي هو ايه، بيبدأ عند ال inter space رقم 7 وبيحصل له shift لحد ال inter space رقم 10، وفي ال expiration الشادو ده regress upward to the original position، هيرجع تاني. ودي الفينومينا دي بتحصل بسبب ال diaphragmatic movement، وال diaphragmatic movement دي بتحصل مع ايه، ال respiration. النورمال شيفت رينج بتبقى اللي هي المسافة بتاعت حركة الدايفرام العادية اللي هي 6 سنتي، وقلنا ان هو عشان تحصل نورمال لازم يبقى فيه 3 كونديشن، اللي هي ايه، ان هو يبقى very thin individual و very و deep inspiration و bright light. بعد كده هنتكلم عن الليتن ساين. الليتن ساين دي ان حصل لوس في الليتن فينومينا، بس بتبقى unilateral، unilateral loss of latent phenomena، تبقى unilateral phrenic paralysis، او بسبب unilateral severe lower lobe disease، او بسبب unilateral severe subphrenic disease. subphrenic disease دي بقى بيبقى عنده اصلا مشكلة فين، في ال هتبقى عنده مشكلة في ال GIT. طب انا عملت الليتن سايت بالانسبكشن، ممكن اعمل برضو بالبركشن، اللي هو هخليه عادي يعمل ديب انسبيريشن وديب اكسبيريشن، وانا هعمل بركشن على اللاست انتركوستال سبيس، في اخر انتركوستال سبيس، وهشوف لو في تشينج في الساوند ولا لا. الهوفر ديساين بقى دي بتبقى حاجه ابنورمال في عيانين السي او بي دي، وخصوصا الانفيزيما. تمام. هو بيبقى الطبيعي ان النورمال انسبيريشن ان الدايفرام بيتحرك لتحت وبيشد الريبس لبره، جه عشان خاطره دلوقتي هو بيتنفس لانه بيعمل حركه معاكسه ان الريبس بتتحرك لجوه. طب ده ليه؟ لان اصلا الشخص ده عنده هايبر انفليشن، فال في هواء محبوس جوه اللونج والدايفرام فلاتن، فبيعمل بقى حركه معاكسه عشان يقلل الهايبر انفليشن ده. فلما يجي يعمل انسبيريشن عادي هنلاقي ان الريبس بتتحرك لجوه علشان تقلل الهايبر انفليشن. اما بقى لو كان شخص اوبيس فدي بتحصل نورمال معاه. ترايل ساين دي ان انا بعمل اسسمنت للاضطراكيه بس بالانسبكشن مش البالبيشن. تمام. بلاقي ان في هو خليه عادي سيتنج في سيتنج بوزيشن وانا قدامه، وبشوف لو في ديفيجن في اضطراكيه ولا لا. هلاقي ممكن لو كان حصل ديفييتد للاضطراكيه فهلاقي في بروميننس في الكلافيكولار هيد اوف الاسترنوكليدوماستويد في السايد اللي حصل فيه ديفيجن. الابنورمال ان انا لو هي حاله لانج كولابس او لانج فايبروزس فهلاقي ان التركيه شفتت ناحيه الباثولوجي ده. لو كانت باللورال افيوجن او نيوموثوركس هلاقيها شفتت اواي فروم الباثولوجي. اما بقى لو كانت كونسوليديشن فمش هيحصل لها ديفيجن وهتفضل سنترال. هراجع بسرعه على الانسبكشن. قلنا اول حاجه ان هو يبقى بيري سكن، النورمال شيب قلنا ان هو بيبقى كونيكال ان شيب، بيبقى شكل مخروطي، بيبقى ضيق من فوق وواسع من تحت لان بيبقى فيه اللونج والهارت، وبيبقى من الاكسيال فيو بيبقى اليبتيكال شيب. وعندنا قلنا الانتيريو بوستيريور ديامتر والترانسفيرس ديامتر، الريشيو بينهم بيبقى من 5 لـ 7، والريبس بتبقى اوبليك ما بتبقاش مستقيمه، وهي عندنا سب كوستال انجل اللي هي الانجل بين الكارتليج بتاعه الريبس رقم 7 و8 و9 و10 والاكسفويد بروسس، والنورمال ديجري بتبقى من 70 لـ 110، وقلنا ان هو بيتحرك فريلي وسيمتريكال مانر. بعد كده دخلنا على الابنورمال اللي هو بيبقى لوكالايزد او جنرالايزد. اللوكالايزد قلنا ان هو بيبقى بلج او ريتراكشن، بلج اللي هو في حالات ان هي حاجه حصلت فزودت لي حجم اللنج اللي هي النيوموثوركس والبلورال افيوجن، او ان في تيومر او ماس. ريتراكشن ان في حاجه حصلت قللت لي حجم اللنج زي الفيبروزس والكولابس. جنرالايزد قلنا بارل شيست والار شيست وبيكون وفانل فانل شيست.
اول حاجه اتكلمنا عنها الباريل شيست، وقلنا ان هو بيبقى شبه البرميل، بيحصل هايبر انفليشن في اللونج والريب كيج، بتبقى اوبن او اكسباندد لمده طويله. الانتيرو بوستيرو دايمتر الباريل شيست، وقلنا ان اللونج بيحصل لها هايبر انفليشن، والانتيرو بوستيرو دايمتر بيزيد، والساب كوستال انجل بتزيد، الريبس بتبقى ترانسفيرس، والانتر كوستال سبيس بتبقى وايد، والشولدر بيحصل له ان هو يبقى ريزد شويه. الالر شيست، الشيست بيبقى لونج وفلات، الانتيرو بوستيرو دايمتر بيقل، والساب كوستال انجل برضو بتقل، الريبس بتبقى اوبليك بس زياده عن الطبيعي، السبيس بيلو اند اباف الكلافيكل بيبقى ديبريست، والسكابولا بتبقى بروميننت. البيجون شيست والفانل شيست، قلنا البيجون شيست دي بتبقى حاجه كونجنتال بسبب ان حصل اوفر جروث للكارتلج بين الريبس والاسترنم، فهتطلع الاسترنم لبره وتزقه لبره وتخليه ظاهر. وقلنا ان الشيست بقى بيبقى هيلد ان اوت وورد بوزيشن، بيحصل بسبب ان في اللي هو ان الطفل عنده ريكتس اللي هي فيتامين دي ديفيشنسي بسبب الدي بوزيشن اوف الان مينرالايزد اوستويد. قلنا ان هو بيبقى فيه نورمال الهارت واللنج بيبقوا نورمال عادي، هو بس بيبقى فيه هو مالفورميشن شيست، ف المالفورميشن ده بيمنع الشيست بيمنع اللنج والهارت ان هم يعملوا الوظيفه بتاعتهم بطريقه اوبتيمال، فبيخلي during respiration بيخلي الشخص ده ان هو ايه يستخدم الاكسسوري ماسل. الفانل شيست بقى بتبقى جيناتيك او اكوايرد، بتبقى بسبب ان الكونكتيف تيشو هي اللي حصل لها جروس اوفر جروس، فهتخلي هتشد الاسترنم لجوه، وبسبب ان الام وهي حامل كان عندها فيتامين دي ديفيشنسي، فالبيبي هيتولد بفانل شيست، بتبقى كوزمتيك او بيبقى فيه وفي حالة تانية بيبقى فيها كومبليكيشن زي الهارت فيلير والريسبيراتوري فيلير. بعد كده اتكلمنا عن الموفمنت وقلنا هنشوف الريسبيراتوري ريت والريزم والديبس والباترن. بعد كده اتكلمنا على الليتنس ساين والهوفر ساين، وقبلهم الاول بنتكلم عن الليتنس فينومينا، وقلنا ان دي حاجه نورمال موجوده عند الكل، بتبقى نتيجه الموفمنت اوف الدايفرام. قلنا عشان نعملها لازم تتوفر ثلاث حاجات، اللي هو ان هو الشخص يبقى ثين رفيع، ويبقى يعمل ديب انسبيريشن، ويبقى معايا برايت لايت. اول حاجه ان هو هينام سوباين، وهوجه الكشاف بطريقه اوبليك على الابر ابدومينال ليفل، وهخليه يعمل ديب انسبيريشن. وهو بيعمل ديب انسبيريشن بلاقي ان في شادو اتكون وماشي مع حركه الديافرام، وبيبقى بيحصل الشيفت اللي هو من عند الانتر سبيس رقم 7 للانتر سبيس رقم 10، وفي الاكسبيريشن بلاقي ان الشادو ده ريجريس ابورد وبيرجع للبوزيشن الاصلي بتاعه. تمام، وبيبقى الشيفت ده بيبقى حوالي 6 سنتي، وقلنا ان دي حاجه ايه طبيعيه. الاب نورمال بقى اللي هي الليتنس ساين، وقلنا ان دي بتحصل بسبب يونيلاترال لوس اوف الليتنس فينومينا، بتبقى بسبب يونيلاترال بقى فرينيك باراليسيس، يونيلاترال سيفير لور لوب ديزيز، يونيلاترال سيفير سب فرينيك ديزيز. وقلنا ان بعد الليتنس ساين دي بالانسبكشن ممكن برضو اعمل تكنيك بالبركشن، ان انا هخليه يعمل ديب انسبيريشن واكسبيريشن وانا بعمل بركشن على اللاست انتركوستال سبيس، وهشوف بقى لو في تشينج في الساوند ولا لا. والهوفر ساين قلنا دي حاله اب نورمال بتحصل مع عينين السوق بي دي، وخصوصا الانفيزيما، ان بدل ما ان الطبيعي ان في النورمال انسبيريشن ان الدايفرام بينزل لتحت بيتحرك لتحت وبيشد الريبس لبره، لا دي بقى في الحاله دي بنلاقي ان الريبس بتتحرك لجوه، لان هو اصلا قلنا ان هو اصلا عنده هايبر انفليشن، فال الريبس الاير موجود محبوس جوه والدايفرام فلاتن، فبيحاول ان هو يعمل عكس الحركة الطبيعية علشان خاطر يقلل الهايبر انفليشن ده. وترايلز ساين قلنا ان ده بشوف بعمل اسسمنت للتركية بالانسبكشن، قلنا بنشوف بنقعده عادي في سيتنج بوزيشن وانا قدامه بشوف لو في ديفيجن في التراكية ولا لا، لو لقيت في بروميننس في كلافيكولار هيد اوف الاسترنوكليدوماستويد فمعنى كده ان التراكية حصلها ديفيتد للسايد ده. تمام، لو هو حالة لانج كولابس او فايبروزس فمعنى كده ان التراكية هيحصل لها شيفت ناحية الباثولوجي، لو باللورال افيوجن او نيموثوركس هيحصل لها ديفيجن away from الباثولوجي، اما بقى لو لونج كونسوليديشن فمش هيحصل ديفيجن وهتفضل في السنتر. نشرح تاني حاجه وهي البالبيشن.
اول حاجه هنتكلم عنها هي الشيست اكسبانشن. طبعا دي انا بستخدم فيها التيب ميجرمنت، بستخدمها في اي ريجن انا هعملها ما عدا الابيكال بستخدم فيها الصمب، والتو صمب بيبقوا دايركتد للاسترنال نتش. تمام، عندي اول حاجه الهاند بليسمنت بيبقى ابيكال، دي بتبقى بلو الكلافيكال، بتبقى من 1 لـ 2 سنتي. الابر شيست بتبقى على مستوى الابر انتركوستال، بتبقى من 2 لـ 3 سنتي. الميدل شيست بتبقى على مستوى النبل، بتبقى من 3 لـ 4 سنتي. اللور شيست بتبقى على مستوى اللور انتركوستال، بتبقى من 3 لـ 5 سنتي. والبوستيريور بيزل بتبقى على مستوى اللور انتركوستال تحت الانفيريور انجل اوف السكابل، بتبقى من 3 لـ 5. الستيبس بقى ان هو هيبقى سيتنج بوزيشن عادي والارم ات سايد، واهم نقطه محدش ينساها لان الدكاتره بتنقص عليها كتير، ان الهيد بتبقى في الاوبز سايد تو كنترول انفكشن. بعد كده هنشوف انا عايزه اعمل بالبيشن لانهي مكان، ابيكال ابر ميدل لور بوستيرير، على حسب انا عايزه ايه. وبعد كده هخليه يعمل، طبعا ده كله انا بستخدم، انا قلت بستخدم التيب ميجرمنت مع كله ما عدا الابيكال بستخدم الصمب. هخليه يعمل ماكسيمم اكسبيريشن وهولد 5 ثواني، وبعد كده يعمل ماكسيمم انسبيريشن وهولد 5 ثواني، واشوف المسافه اللي بين اللي بين الماكسيمم انسبيريشن والاكسبيريشن، المسافه اللي بينهم بتمثل لي الشيست اكسبانشن بتاع الليفل ده. وبرضو هعمل اسسمنت للسيمتري بتاعه الموفمنت لكل هيميثوركس. طب ممكن ايه هي بقى الابنورماليتي اللي ممكن الاقيها؟ ان في ريديوس للشيست اكسبانشن، ان المسافه تطلع اقل من النورمال، ده بيبقى في حالات السي او بي دي او البرونكيال ازمه، او ان في اسيمتري شيست اكسبانشن اسيمتريكال، دي بقى بتبقى في الحالات المرض اللي هي بتبقى يونيلاترال، تيجي يونيلاترال زي البلورا افيوجن، لونج كولابس، النيموثوركس، اليونيلاترال لونج فيبروزيس. تاني حاجه التراكيال شيفت، احنا كنا قايلين قبل كده كنا بنعمل برضو من اسسمنت الطريق التركيه بس بالانسبكشن، دي بقى بالبالبيشن. اول حاجه البيشنت هيبقى قاعد سيتنج والهيد بتبقى في الميد بوزيشن، لا مش عامله فليكشن ولا عامله اكستنشن، او ممكن اخليها تعمل سيمي فليكسد، تبقى سيمي فليكسد يعني تعمل سيمي فليكشن اللي هو ايه عشان تبقى مريحه. هستخدم 3 فينجر اللي هي الاندكس والرينج والميدل، الميدل هيبقى في النص، هحطها في النص. تمام، هتبقى على التراكية، والاندكس والرينج هتبقى على الاسترنال هيد بتاعت استرنوكليدوماستويد لكل سايد. الرينج الميدل اللي في النص هتعمل بالبيشن للتراكية، ونشوفها لو كانت في النص واشوفها هي فين، واحس الرينجز بتاعت التراكية. تمام، وهشوف المسافه بقى اللي ما بين الاندكس والميدل والرينج والميدل، واشوف المسافتين دول قد بعض ولا لا. لو قد بعض كده ان ما حصلش ديفيشن للتراكيه، وان التراكيه موجوده ايه سنترال. لو في مسافه اكبر من التانية فمعنى كده ان التراكيه حصل لها ديفيشن في الديفيشن في الاوبوزيت سايد. التقطيع الفوكال فريميدوس دي اخر حاجه هتتشرح. التكتايل فوكال فريميتوس ده بيبقى اللي هو صدى الصوت المحسوس، يعني لو انا حسيت بصدى الصوت اللي بتكلمه بايدي فهو ده التكتايل فوكال فريميتوس. تمام، زي بالظبط كده لما بحط ايدي على اللارنكس واجي اتكلم بحس بالفايبريشن، فالفايبريشن ده هو زي اللي بحسه في الشيست، بس الشيست بيبقى مش واضح قوي زي ده. تمام، هو انا بعمل السايد بتاعه الهاند بليسمنت بتبقى عندي 3 اماكن اللي هي البوستيرير انتيرير بوستيرير لاترال. الانتيرير اللي هو بقى من قدام اللي هو الماماري وسوبرا ماماري وانفرا ماماري، البوستيرير عند السكابولا بتبقى سوبرا سكابولار انفرا سكابولار وانتر سكابولار، واللاترال بتبقى ابر وميدل ولور. هعمله ازاي؟ انا هخليها قاعده قدامي واطلب من يعني اخليه يقول 44 بالعربي او 99، وانا بايدي بالبالم وانا حاطه البالم على الشيست وول، وبشوف وبحس ايه الساوند فايبريشن دي، بعمل التو سايد مع بعض عشان اشوف لو في تشينج حصل ولا لا. النورمال ان الصوت بيبقى واضح قوي نير الكلافيكل وبتوين الشولدر بليدز، وبيقل عند البيز اوف اللنج. طيب انا بستخدمها ليه او بستفاد ايه من التقطيع الفريميتوس دي؟ اول حاجه انا بشوف لو حصل تغير في الانتنسيتي بتاعه التقطيع الفريميتوس،
يعني لو لقيت الصوت مش النورمال اللي انا بحس بيه على طول فده معناه ان حصل unusual lung tissue density، اللنج تيشو density اللي موجودة حصل لها في تغير او فيها مشكلة او كده. تمام، ان انا عندي ان الساوند فايبريشن دي صوتها الصوت بيبقى عالي لو كان بيبقى لو الفايبريشن دي كانت في وسط اللي هو solid او fluid، صلب او سائل، وبيكون قليل لو كان لو كان هوا، لو الوسط ده كان هوا. وبرضو لو كانت الفايبريشن دي ماشيه في لونج تيشو دنسيتي، الدنسيتي بتاعه اللونج تيشو عاليه فالصوت بيبقى عالي عن الطبيعي. ولو كان كميه الهواء في اللونج كبيره فده ممكن يقلل لي، ده بيقلل لي التاكتايل فريمتس او بيخليني ما اسمعهاش خالص. عندي ديزيز بتزود تكتايل فوكال فريمتس وديزيز بتقللها. اللي بتزودها احنا قلنا اللي هو حاجة صلبة او سوليد وفلويد، وبتقللها اللي هو الاير. فاللي هتزودها اللي هي الفايبروزيس، اديما، كولابس ويز بيتنت برونكاس، دي يعني حصل كولابس في اللنج بس البرونكاي سليمة ما حصلهاش حاجة، نيمونيا، لنج ابسس، تي بي، كافيتيشن او كونسوليديشن. الديزيز بقى اللي بتقلل اللي هي لو كان اوبيزيتي، الانفيزيما، كولابس ويز اوبستراكتيف برونكس، دي ان حصل كولابس في اللنج والبرونكاي، وبلورال افيوجن، هيدروثوركس، هيموثوركس، والامبايما لو في باص او النيموثوركس. كده احنا خلصنا البالبيشن. هنراجع على البالبيشن بسرعه. قلنا ان اول حاجه اللي هي اتكلمنا عليها الشيست اكسبانشن، وقلنا ان احنا بنستخدم التيب ميجرمنت، وقلنا ان احنا بنستخدمها مع كل في اي ريجن عادي ما عدا الابيكال. الابيكال بنستخدم الصمب، والتو صمب بيبقوا دايركتد للاسترنال نوتش. وقلنا ان الابيكال هي بتبقى على بلو الكلافيكل، الابيكال والابر شيست بتبقى على مستوى الابر انتركوستال، الميدل على مستوى النبلز، اللور على مستوى اللور انتركوستال، البوستيرور بيزل بتبقى على مستوى اللور انتركوستال بس بتبقى بلو الانفيريور انجل اوف السكابولا. ان هو هيبقى قاعد سيتنج والارم ات سايد، واهم نقطه ان هو الهيد تبقى فيه الاوبز سايد تو كنترول الانفكشن. بعد كده هشوف بقى انا عايزه اعمل انها شيست ريجون، وهخليه يعمل طبعا بالتيب ميجرمنت، هخليه يعمل ماكسيمم اكسبيريشن وماكسيمم ان انسبيريشن، هولد 5 ثواني مع كل بعد كل حاجه، وهشوف المسافه اللي بالتيب ميجرمنت بين الاثنين. المسافه اللي هتطلع الفرق اللي بينهم هيمثل لي الشيست اكسبانشن. وبرده ما انساش ان انا اشوف السيمتري اوف الموفمنت بتاعت كل هيمي ثوركس، وممكن الاقي فيه ريديوس الشيست اكسبانشن المسافه القليله زي حالات السي او دي، في حالات السي او دي والبرونكيال ازمه، والسيمتريكال الاسيمتريكال في حالات البلورا افيوجن واللنج كولابس او النيمو ثوركس واللنج فايبروسيس. التركيال شيفت، التراكيال شيفت دي قلنا ان احنا بيبقى هو قاعد سيتنج والهيد في الميد بوزيشن، هستخدم الثري فينجر، الاندكس والرينج والميدل. الميدل بتبقى في النص، والاندكس والرينج على الاسترنال هيد بتاعه الاسترنوكليدوماستويد. بالميدل هعمل بالبيت للتراكيه، واشوف الرينجز بتاعه التراكيه واحس بيها، واشوف واكمبير ما بين التو سايد. لو الاثنين في نفس المسافه فهي كده ما حصلش اني ديفيوجن، لو الاثنين لو لقيت ان في مسافه اكبر من الثانيه فمعنى كده ان التراكيه ديفييتد للاوبوزيت سايد. التكتايل فوكال فريمتس، فريمتس دي قلنا ان هي بتبقى ان ده صوت الفايبريشن او صدى الصوت المحسوس بس بحسه بايدي، اللي بتكلمه بايدي، زي اللي هو بحط ايدي على الشيست وبخلي بخليه يقول 44 بالعربي او 99 بالانجليزي ويفضل يكررها، وانا هحس بقى ايه بالفايبريشن دي. الفايبريشن دي بتزيد لو كان في الفايبريشن بتزيد لو كان قلنا اول حاجه ان هي بتبقى مور برونونسد لو كانت نير الكلافيكل او بتوين الشولدر بليدز، وبتقل لو كانت ناحيه ايه البيز اوف اللنج. تمام، قلنا ان الصوت الفريمتس ده بيزيد لو كان في سوليد او فلويد ميديوم، وبيقل لو كان في هواء، بيزيد برضو لو كان اللنج تيشو دنسيتي عاليه على عكس الطبيعي. وقلنا ان هو لو كان كميه الهواء في اللنج لو كانت كميه الهواء في اللنج كبيره فده بيأثر على الساوند ده، ممكن بيقلله وممكن ما اسمعوش خالص. وبرده اتكلمنا على الديزيز اللي بتزود وهي بتقلل ايه التكتايل فريم.
كده نكون خلصنا السكشن. اتمنى اكون عرفت اوصل لكم المعلومة واكون سهلتها عليكم. مع السلامة.